ولو ربنا سبحانه وتعالى انت تزوجتها وما اداك ولد وسالته دي محنه لك، تكون بتسال الله. لكن انت راجل شاد حيلك ومالي قاشك كده، راجل عديل كده، بمعنى كلمه الراء والجيم واللام، تمشي تودي مرتك للشيخ يديك جنى؟ انت زول بليد ولا شنو؟ والله في ناس هبل والله وخيابه، اذا انت بليد ولا شنو كيف يديك ولد؟ ولك مالو مالو يا انت عرسوا عليك كيف دي؟ انت متخلف ولا شنو؟ ما بديك يا زول، ده لو اداك اضنين وبيبقى زي اضنين الشيخ، والله يمرق يمرق يشبه عليك الشيخ يا هو ذاته بيورطك. ما انت يعني بديه كيف يعني؟ ربنا سبحانه وتعالى قال لله، لله ده جار مجرور خبر مقدم يفيد الحصر والاختصاص، يعني الكلام الجاي ده خاص بالله. لله ملك السماوات والارض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء، منه الله اناثا، ويهب لمن يشاء الذكور او يزوجهم ذكرانا واناثا، ويجعل من يشاء عقيما، انه الله عليم قدير. ربنا حكى لك قصه نبي من الانبياء، ربنا قال كاف ها يا عين صاد ذكر رحمه ربك عبده زكريا اذ نادى ربه نداء خفيا. داير ربنا ينجحك في الامتحان، داير ربنا يسهل لك زواج، داير ربنا يديك قروش، داير ربنا يشفي لك مريض، اذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي اني وهن العظم مني. شوف شوف النبي الكريم يشكو حاله لله سبحانه وتعالى ويتذلل لله، قال ربي اني وهن العظم مني. العظم بتاعي رق معناه بقيت كبير. واشتعل الراس شيبا ولم اكن بدعائك ربي شقيا، واني خفت الموالي من ورائي وكانت امراتي عاقرة. مرتي دي عاقر يا الله قال له، وهذه الاسباب الدنيويه انتهت. قال فهب لي من لدنك وليا، يا الله اديني ولد، اديني له هديه هبه من عندك. فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من ال يعقوب واجعله ربي رضيا. كمان يا الله اديني ولد ما تخليه يكون شفاتي ساي، يكون رضي. ربنا اداه ولد وسماه له. فتسال ربنا سبحانه وتعالى. وغير من الضلالات الموجوده هنا في الكتب بتاعت الصوفيه، لقينا شيخ الطريق القادريه بيقول انا الله عديل. ده الكتاب بتاع الفيوضات الربانيه في المآثر والاوراد القادريه، وده انا اشتريته الاسبوع الفات من الدار السودانيه للكتب، اكبر دار لنشر الكتاب في السودان. عرفت بيتكلم عن نفسه، قال مريدي لك البشرى، قال 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 فمن كان يهوانا يجي لمحلنا ويدخل حمى السادات يلقى الغنيمة، وقالوا لي يا هذا تركت صلاتك. تكلموا عن الشيخ. طبعا الصوفية عندهم انك بتعبد الله لغاية ما تحصل مرحلة تسقط عنك التكاليف، يقول لك واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، اذا أتاك اليقين خلاص، لانه حتى خلاص. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه اليقين ولا ما جاءه؟ ما سؤال، هل سقطت عنه التكاليف؟ النبي صلى الله عليه وسلم في فراش الموت يقول شنو؟ ها؟ الصلاة الصلاة، ها؟ ما ملكت أيمانكم. النبي صلى الله عليه وسلم أغمي عليه 7 مرات ويغتسل في كل مرة حتى يمشي ويصلي بالناس. ده قال وقالوا يا هذا تركت صلاتك، قالوا له أنت ليه ما بتصلي معانا في الجامع؟ قال ولم يعلموا أني أصلي بمكتي. دي الوهمة ذاتها انه بيصلي في مكه، وناس مكه بيصلوا قبلينا بنص ساعه. انت ما دارت اما المسبوغين ولا شنو؟ زول مستابل وكذاب، فهمت؟ قال ولا جامع الا ولي فيه منبر، ولا منبر الا ولي فيه خطبتي، ولا عالم الا بعلمي عالم، ولا سالك الا بفرضي وسنتي. قال ولولا رسول الله بالعهد سابقا لأغلقت بنيان الجحيم بعظمتي. والله أخوانا لو في زول ما مصدق يجي يقرأ الكلام براو، عرفتها؟ قال ولولا لو ما الرسول ربنا رسله قال كان قفلت لكم جهنم دي، فهمت؟ ودي كان مشكلة كبيرة والله، الكيزان ديل يجيهون جيها النار قفلوها تاني في شنو؟ والله الكيزان ديل يمتعوك متعة على ما تتكيف كويس، وش يعيق الأدب وكذا، والناس بتخلي الجوامع والبلد بتجوط، فهمت؟ قال قال مريدي لك البشرى تكون على الوفا إذا كنت في هم أغثك بهمتي، مريدي تمسك بي وكن بي واثقا لأحميك في الدنيا ويوم القيامة. شوف الكذب ده كيف، وده معارضة للقرآن. في الدنيا إن عرفناك مثلا بتكذب
ما داري نغالتك في الآخرة كيف؟ كمان الآخرة فيها واسطات وكده. الآخرة ربنا قال وكلهم آتي يوم القيامة شنو؟ فردة بتجي براك، براك ما معاك أي زول. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا.